مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة النهاردة مليئة بالأخبار الحصرية والجديدة والحديثة واللي لسه نازلة من شوية، وكلام من ده كتير قوي يعني. هنتكلم عن منتخب مصر وتعيين حسام البدري، وهنتكلم كمان على النادي الأهلي واستعداداته لمباراة السوبر. الجزء الثاني من حلقة النهاردة، هيشرفنا نورنا في الاستوديو كالعادة كل خميس الأستاذ محمد القوسي الناقد الرياضي الكبير، وهنتكلم في العديد والعديد من الأمور. ما تنسوش كمان تتواصلوا معنا من خلال صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام. وسؤال حلقتنا النهاردة، توقعاتك لنتيجة مباراة الأهلي والزمالك غدا في السوبر، وبإذن الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة. عندنا كلام جدا كتير مهم عن بعض الأخبار هنتكلم فيه بعد ما نشوف أبرز العناوين. يلا الأهلي يكتتم استعداداته للسوبر ويدخل معسكرا مغلقا ببرج العرب. رسميا تقديم موعد مباراة السوبر 60 دقيقة. فايلر يقرر استمرار الفريق بمعسكر الإسكندرية استعدادا لسموحة. مؤمن زكريا يطير إلى ألمانيا لبدء رحلة العلاج. رسميا حسام البدري مديرا فنيا للمنتخب. منتخب مصر يحافظ على ترتيبه بتصنيف الفيفا. أسطورة كاتالونيا صلاح خليفة ميسي ورونالدو. طيب الخبر الأبرز والأهم خلال هذه اللحظات، أخيرا تم الإعلان عن اسم المدير الفني لمنتخب مصر الأول بعد إيه؟ بعد شهرين من إقالة مستر أجيري. شهرين ده عدد كبير قوي صراحة يعني. مين بقى؟ الكابتن حسام البدري. الكابتن حسام البدري هو المدير الفني لمنتخب مصر، والإعلان تم من حوالي ساعة إلا ربع قبل دلوقتي. الكلام كان كتير جدا خلال الفترة اللي فاتت. كواليس تعيين الكابتن حسام البدري كواليس مختلفة. خلينا نقول لحضراتكم اللي حصل بالظبط. بالتحديد من شهر ونص بالظبط تم إبلاغ الكابتن حسام البدري انه هيكون المدير الفني منتخب مصر، والكابتن حسام هيئ نفسه على الموضوع ده لدرجه ان هو اتكلم مع المقربين ليه جدا وقال لهم يا جماعه انا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، وانا دلوقتي بشكل الجهاز المعاون. بعديها بشويه الفكره اتغيرت عند اللجنه الخماسيه. اللجنه الخماسيه فكرت في ايه؟ قالت الكابتن حسام البدري كان ليه تجربه قبل كده مع المنتخب الاولمبي، وكان معاه مجموعه مميزه جدا من اللاعبين، فبالتالي مش شرط ان هو ينجح. زي ما منجحش مع المنتخب الاولمبي مش هينجح مع منتخب مصر. طب يا جماعه الخيارات تكون مين؟ تم عرض الخيارات اللي بتتمثل في الخمس اسماء بخلاف الكابتن حسام بدري، اربعه اللي تم الحديث عنهم خلال الفتره الكتيره قوي اللي فاتت، اللي هم الكابتن احمد حسام ميدو، كابتن ايهاب جلال، كابتن حسام حسن، والكابتن الكبير كابتن حسن شحاته. طب مين اللي انسب في دول؟ بعض الاصوات، هم في الحقيقه خمسه بس يعني. واحد كان ضد، واحد من اللجنه الخمسيه كان ضد تعيين الكابتن حسام بدري يعني بشكل كبير جدا، قال لك مش هيحصل، مش عايزه يجي. البعض الاخر قال لك خلاص يا جماعه احنا خلينا في السيف سايد كده من الاخر، تمام، ونجيب ايه كابتن حسن شحاته، عليه اجماع اعلامي جماهيري كلام من ده، خلاص نجيبه هو ايه اللي يتولى المسؤوليه. البعض الاخر قال لك لا، كابتن حسن شحاته بقى له فتره ما بيدربش، فنجح قبل كده بس نجاحه مره ثانيه غير مضمون وهتبقى مشكله. ده معناه ان مفيش كوادر في مصر؟ لا، فيه. خلاص نلجا لمين؟ للكابتن ايهاب جلال. تم التفاوض مع الكابتن ايهاب جلال وتم الحديث معه على انه هيكون هو خلاص المدير الفني لمنتخب مصر. بالتالي كابتن حسام البدري لما لقى ان الدنيا اتغيرت كده خلاص، الراجل قال انا كده مش المدير الفني لمنتخب مصر، وسافر بره عند اسرته في كندا ونسي الموضوع يعني. تمام. الكواليس اللي حصلت في الساعات الأخيرة إيه؟ أو في الأيام القليلة اللي فاتت، إن كان تم الاستقرار على الكابتن إيهاب جلال هو المدير الفني لمنتخب مصر. الكابتن إيهاب جلال كان مصمم كل التصميم
انه يجي بالناس اللي هو عايزها، اللي من وجهه نظره شايف ان دول هم اللي هيساعدوه، هم اللي هينجحوه زي ما نجح في اكتر من نادي في مصر. في المقابل كان في اتجاهات ان يبقى في بعض الاسماء اللي يتم اقحامها في جهاز الفني المعاون للكابتن ايهاب جلال. فكابتن ايهاب جلال كان رفضه قاطع، ما فيش نقاش، هو يا جماعه كده انا حاجي. انا طبعا مبسوط وشرف ان انا ابقى موجود في منتخب مصر كمدير فني، دي حاجه كبيره جدا طبعا، دي في الحقيقه يعني ده شيء واقع، لكن في كل الاحوال انا عايز الناس اللي انا شايفهم هيساعدوني. طب من هنا لهنا لهنا لا، كابتن ايهاب جلال رفض تماما. طيب تم استطلاع راي الكابتن حسام حسن. كابتن حسام حسن ما كانش عنده اي مشكله انه يكون موجود، عايز بس ابراهيم حسن اخوه يكون معاه في الجهاز الفني، وهو طبعا مدير كره في كل الاجهزه الفنيه للكابتن حسام حسن. وكان الموضوع ماشي في هذا الاتجاه. طيب تم تغيير راي مره كمان ليه؟ لان بعض الاعضاء في اللجنه الخماسيه قال لك لا كابتن حسام حسن يعني بيعيبه ان هو عصبي زياده، واحنا مش عايزين مشاكل الفتره الجايه، احنا عايزين الدنيا تبقى هاديه والمدير فني يكون جيد ومناسب للفتره اللي جايه منتخب مصر، واحنا مقبلين في الحقيقه على بعض التحديات المهمه يعني. طيب يا جماعه نعمل ايه؟ قال لك هو مفيش بقى حل غير الكابتن حسام بدري، واحنا مكلمين معاه من الاول تمام فنجيب ده. لحد امبارح، لحد الاجتماع اللي كان في اتحاد الكوره امبارح، ما كانش تم الاستقرار على اسم المدير الفني، لكن الاتجاهات كانت باينه اللي هو ايه، خدها من قصرها وهات الكابتن حسام بدري. وعشان نبقى منطقيين، الكابتن حسام بدري عنده خبرات كبيره، مدرب جيد طبعا، مدير فني جيد، حقق انجازات كبيره مع النادي الاهلي، خبراته اكتسبها بشكل كامل متكامل من النادي الاهلي، سواء كلاعب او كمدرب مساعد او كمدرب عام او كمدير فني للنادي الاهلي. فبالتالي كون خبرات كبيره، نجح في السودان في المريخ السوداني، ونجح في ليبيا، حتى لو التجارب دي مش قويه قوي لكن نجح فيها. التجربه الوحيده اللي ما نجحش فيها هي تجربه المنتخب الاولمبي. فقال لك ايه؟ خلاص احنا نستقر على الكابتن حسام البدري. طب جهزه المعاون مش عارف ايه؟ لا، قال له لا بص، يعني الكلام اللي كان داير، بص احنا نعلم دلوقتي عن اسم الكابتن حسام البدري. موضوع التشكيل الجهاز ده كابتن حسام البدري ايه؟ هو اللي شكل. بالتالي تم الاستقرار بشكل نهائي على تعيين الكابتن حسام البدري. لكن هنا في ميزه مهمه قوي ما كانتش موجوده عند مين؟ عند الكابتن ايهاب جلال، اللي بتتمثل في ايه؟ بتتمثل في ان الكابتن ايهاب جلال كان مجبر على بعض الاسماء يحطها معاه في الجهاز وهو رفض الكلام ده. اللي حصل النهارده انك عينت مدير فني فقط، عينت الكابتن حسام البدري. فالميزه عند الكابتن حسام البدري ايه؟ بكل بساطه انه هيختار الانسب من وجهه نظره بدون اي مناقشه من اي حد في اللجنه الخماسيه لاتحاد الكره. ازاي؟ هقول لك ازاي. انت دلوقتي جبت كابتن حسام البدري، فانا مدير الفني، طب تشكيل الجهاز بتاعك ايه يا كابتن حسام؟ فلان فلان فلان. طب يا كابتن حسام نحط، لا هو هيبقى كده. هتقدر تغيرني دلوقتي؟ مش هتقدر تغيرني، خلاص انت اعلنت رسمي ان الكابتن حسام البدري هو مدير فني. وفي الحقيقه هو ده حق مشروع لاي مدير فني يجي ان هو يختار مساعديه، هو اللي عارف مين اللي هيسنده، مين اللي هيدعمه في اختياراته بالنسبه للاعبين، في الشكل الفني اللي هيلعب بيه، بالكلام من ده. ودي كانت نقطه ايجابيه عند الكابتن ايهاب جلال، رغم ان هو كان فرصه بالنسبه له يبقى مدير فني منتخب مصر، لكن كان مش ضامن النجاح في ظل بعض العناصر اللي كان مجبر على اقحامهم في الجهاز. كابتن ايهاب جلال لما عرف خلاص قبل القرار بساعه كده ان حسام بدري هو اللي جاي، قال لك انا يا جماعه بعتذر عن تولي مسؤوليه المنتخب الوطني المصري، ومستمر مع النادي المصري البورسعيدي. فبالتالي تم الاستقرار بشكل نهائي زي ما حضراتكم عارفين على الكابتن حسام بدري، ودي بعض الكواليس اللي حصلت خلال الفتره اللي فاتت. فيما يتعلق بقى بالجهاز المعاون للكابتن حسام بدري، خلينا نقول لحضراتكم الاقرب ايه؟ والاقرب بنسبه تزداد او تعدي ال 90%. هيبقى معاه الكابتن طارق مصطفى، لاعب نادي الزمالك السابق ومدرب الحالي ومسك بعض الانديه سواء بره مصر او داخل مصر يعني. ومدرب كويس ومبشر يعني، حاجه كويسه، ده الاقرب. ومعاه الكابتن سيد معوض ايضا من ضمن الاسماء القريبه جدا من التواجد في تشكيل الجهاز الفني الخاص بالكابتن حسام البدري، والكابتن طارق سليمان كمدرب لحراس المرمى في منتخب مصر الوطني. دول الثلاث اسماء اللي اقرب ان هم يكونوا متواجدين حتى الان في الجهاز الفني منتخب مصر. هتقول لي طب مدير المنتخب مين؟ احمد حسن. بنسبه برضه تعدي ال 90%. وارد ان يحصل بعض التغييرات في هذه الاسماء طبقا في الاخر، هيبقى طبقا لايه؟ لرؤيه الكابتن حسام بدري نفسه. ممكن حد يقترح عليه اسماء هيقتنع اوكي، مش هيقتنع لا انا هتمسك باللي انا عايزه، هي القصه هتمشي كده.
فدول الاسماء القريبه والاقرب بنسبه كبيره ان هم يكونوا متواجدين في الجهاز الفني للكابتن حسام البدري كجهاز فني المنتخب مصر. طيب الاجمالي قصه الموضوع كلها ايه؟ او النتيجه في الاخر ايه؟ ان اخيرا خلاص تم الاعلان. لان الفتره اللي فاتت بصراحه اللي كان بيحصل ده تهريج. كل واحد كان متشبث برايه وكل واحد متمسك، لا انا عندي مشكله شخصيه مع ده، لا مش هيجي. طب ده كويس بس مش عارف عليه ملاحظات ايه. ده اللي كان معطل الموضوع، فكان دمه تقيل بصراحه. يعني المجمل في النهايه ايه؟ ان انت اعلنت عن مدير الفني، وكان لازم تعلن النهارده. ليه بقى؟ اولا انت عندك اجنده دوليه، هتبتدي اول ماتش ليك ودي يوم 7/10 القادم، فلازم قبل ميعاد اول مباراه وديه ب 15 يوم تحدد وترسل خطابات للانديه اللي عندك فيها محترفين مصريين. 15 يوم يعني لحد امتى بالظبط؟ لحد يوم 21 اللي هو بعد بكره، كان اخر يوم ليك تستدعي المحترفين طبقا للوائح وقوانين الفيفا يعني. تمام؟ فكان طبيعي جدا يتم حسم الامر النهارده. بالمناسبه تصنيف مصر 49 زي ما هي، يعني في تصنيف الفيفا ما لعبناش الاجنده الدوليه اللي فاتت، بس ما ينفعش تلعب الاجنده، يعني ما ينفعش ما كنتش تلعب الاجنده الدوليه اللي جايه، كنت هتتاخر بقى في التصنيف، ما كانش فيها نقاش. موضوع التصنيف ده مهم قوي عشان تصفيات كاس العالم، مش الاوليه مثلا، هيبقى التصفيات النهائيه. فالقصه هتبقى كبيره. فاحسن حاجه ان تعمل اعلان النهارده عن الكابتن حسام بدري، وكنا نتمنى من الاول انت طالما كنت ناوي تجيب كابتن حسام بدري ما كنتش تاخد الفتره دي كلها. حقك تفكر وتتكلم وتتشاور، لكن في كل الاحوال كنت تنجز، لكن الاهم ان ده حصل وكلنا داعمين ومساندين للكابتن حسام البدري وجهازه المعاون في منتخب مصر. ليه؟ لان ده منتخب مصر اهم حاجه. نفسنا دايما المنتخب ينجح وننسى الفتره اللي فاتت السيئه جدا تحت قياده اجيري واللي فشل فيها المنتخب في الفوز ببطوله الامم الافريقيه على ارضه، بل بالعكس كمان خرجنا من دور ال 16. دي قصه المنتخب الوطني المصري. بكره باذن الله تعالى مباراه الاهلي والزمالك في كاس السوبر المصري لموسم 2017-2018. مباراه غايه في الاهميه، ما تنسوش تتواصلوا معانا من خلال صفحات القناه المختلفه على سؤال الحلقه وتوقعاتكم لهذه المباراه. هنستعرض توقعات حضراتكم طبعا على مدار الحلقه ان شاء الله، سواء فيسبوك تويتر وانستجرام. لكن مباراه الاهلي والزمالك بكره مباراه غايه في الاهميه طبعا، مباراه بطوله، الفريقين بيستعدوا بشكل قوي، الفريقين زي ما اتكلمنا كتير خلال الاسبوع اللي فات ده فريقين تقال جدا، فاللي هيتفوق فنيا ونفسيا، لان المباريات دي بتبقى نفسيا اكتر، يعني اللاعب اللي بيبقى هادي هو اللي بيرجح كفه فريقه. اكيد باذن الله نتمنى لعيبه النادي الاهلي يكونوا هادين وواثقين في امكانياتهم كما هو المعتاد، وباذن الله يجيبوا لنا كاس السوبر المصري عشان تبقى انطلاقه ولا احسن ولا اروع من كده لموسم كروي جديد في مصر ولمدير فني جديد زي مستر رينييه فايلر. عندنا كواليس كتيره جدا في هذه الجزئيه وتفاصيل في استعدادات النادي الاهلي لهذه المباراه هنتكلم فيها على مدار حلقتنا النهارده، لكن خلينا نبتدي باهم وابرز العناوين اللي اتكتبت عن النادي الاهلي في الصحف. يلا. الاخبار المسائي. الاهلي جاهز بالقوه الضاربه، الفريق في برج العرب اليوم وفايلر يضع سيناريو التفوق على ميتشو. الاهرام. فايلر يكتشف ثغره في الزمالك ورمضان صبحي كلمه السر. الاهلي يختتم اليوم استعداداته للقاء السوبر وازمه في دفاع الاحمر. المساء. طوارئ في معسكر الاهلي استعدادا للسوبر، فايلر للاعبين تالقوا واثبتوا جدارتكم باللقب، سيد عبد الحفيظ الفوز على الزمالك فرصه للرد على الانتقادات الموجهه للجهاز. الاخبار. الاهلي على قلب رجل واحد، فايلر يشعل المران بالغالب مستمر. الوطن. الاهلي جاهز بتشكيل كانو وصلاح محسن مفاجاه الهجوم امام الابيض، فايلر يطالب اللاعبين بتحقيق اولى البطولات معه ويتحفظ على الدفع بوليد سليمان اساسيا وياسر ابراهيم بديلا لايمن اشرف. اليوم السابع. الاهلي يصرف 7 ملايين جنيه للاعبيه قبل 24 ساعه من صدام الزمالك، فايلر يحسم صراع المهاجم والشيخ ياسر ابراهيم بجوار متولي في الدفاع وزكريا يطير إلى ألمانيا خلال ساعات. الوفد.
الأهلي يغازل اللاعبين بالمكافآت لحصد السوبر، وصراع بين صلاح ومروان لقيادة الهجوم. المصري اليوم، كواليس سوبر الموسم الاستثنائي الأحمر، الآلام تعاود أزاره وشكوك حول مشاركته، اشتعال المنافسة بين صلاح ومروان، والخطيب يطالب اللاعبين بالبطولة. الشروق، الخطيب للاعبين قدموا السوبر لجماهير الأهلي، رئيس النادي حرص على حضور مؤمن زكريا لجلسته مع اللاعبين، واللاعب يحصل على تكاليف علاجه ويطير اليوم إلى ألمانيا، تحذير طبي من مشاركة أزارو أمام الزمالك، ومليون جنيه أفسدت انتقال حسين السيد إلى الإسماعيلي. الجمهورية، ميرور، الكلاسيكو المصري يتفوق على الأسباني والإنجليزي والإيطالي والألماني، الأهلي والزمالك بكل لغات العالم، ليفربول ومانشستر يونايتد الأعرق، الريال وبرشلونة الأكثر شعبية، وبوكا وريفر الأعنف. عايزين نقرب من الصورة بشكل أكبر وأوضح، خلينا ناخد على الهاتف سريعا زميلنا العزيز كريم أحمد مراسل قناة الأهلي. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميل أمير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدينا. إيه الجديد عندك يا كريم، وآخر استعدادات الفريق لمباراة الغد، مباراة الزمالك في السوبر بإذن الله؟ يمكن بالفعل انتهى الاستعدادات خلاص، وانتهت التعليق الاخير بالتحديد لفريق النادي الاهلي على ملعب مصطفى الكيكس النهارده. يمكن كان في تدريبين، تدريب اول كان لمستر فاينر طبعا اللي كان فضل ان يكون العدد اللعيبه المستبعده كل يوم تدريب خاص الساعه 3 عصرا، والتدريب الرئيسي والاخير للمجموعه نكون متواجده فيها القائمه الساعه 4 عصرا. كل المتواجد النهارده بدا مستر فاينر كابتن سيد عبد الحفيظ الكلام مع هذه المباراه لضبط النفس لتحذيرات كلها طبعا بالنسبه لي المباراه كانت هامه جدا للاعبين الفتره اللي فاتت او 48 ساعه من اللي فاتوا بالنسبه للتدريبات كانت كلها فيها جديه، واضح التركيز واضح الحماس، اهميه المباراه يعلمها جيدا لعيبه النادي الاهلي. الانطلاقه مع بطوله بتكون يعني امر مهم جدا للاعبين وللمدير الفني، فالحمد لله يمكن الكل بيجتهد. كريم معانا؟ الخط قطع يا جماعه، الخط قطع، هنحاول نجيب كريم مره تانية، هنحاول. طيب نروح لجريدة الاهرام قالت ايه عن النادي الاهلي. يلا، فايلر يكتشف ثغره في الزمالك ورمضان صبحي كلمه السر. اكيد كل مدير فني يعني بيدرس الفريق اللي قدام، الفريق اللي هيلعبه، وبيشوف الثغرات ايه ويحاول يشتغل عليها ويلعب عليها، واكيد مستر فايلر درس بشكل كامل نادي الزمالك واتفرج على كل المباريات الاخيره للفريق. رمضان صبحي كلمه السر، مش رمضان بس، يعني عندنا عناصر كتيره جدا ان شاء الله تكون مميزه وموجوده في الماتش، ورمضان طبعا احد ابرز اللاعبين كمان في المباريات الكبيره زي مباراه الزمالك. الاهلي يختتم اليوم استعداداته للقاء السوبر، وازمه في دفاع الاحمر، الفريق اختتم خلاص استعداداته زي ما كان كريم كده بيقول، بس يعني ما لحقش، وكان بيتكلم على ان الفريق تم تقسيمه لمجموعتين، مجموعه ابتدت التدريبات في تمام الساعه 3 عصرا، والمجموعه الاخرى اللي هي هتشارك في المباراه او المستدعاه لهذه المباراه كانت تدريباتها في تمام الساعه 4 والربع عصرا. كريم رجع لنا، يا كريم اتفضل كمل. بنعتذر طبعا على الانقطاع السريع منك، لكن اكمل لك طبعا بالنسبه للاستعدادات الخاصه بالفريق. النهارده يمكن مستر فايلر كان مركز بشكل كبير جدا على الضربات الثابته وعلى الركنيات، وكان تدريب امبارح بعض الجمل يمكن ممكن نشوفها جمل جديده، بعض الامور الخاصه بالركنيات بالعرضيات التمركزات مركز عليها بشكل كبير، وكنت بقول لك يمكن قبل ما الخط ينقطع طبعا كنت بقول لك ان هو مركز على مباراه الزمالك الاخيره، الراجل متابع كل المباريات وتحديدا مباراه البطوله الافريقيه الاخيره وشغال عليها، يعني من خلال متابعتنا للتدريبات في بعض الامور الخاصه بالثغرات اللي ممكن نشوفها في مباراه الغد الراجل شغال عليها، خاصه المساعد التخطيطات العكسيه والمرتدات عكس يعني الامور كلها. المباريات الخاصه بنادي الزمالك الراجل بيحاول يجتهد فيها بشكل كبير جدا، بيحافظ جمل الكورنرات والكرات الثابته زي ما بقول لك من خلال متابعتنا في امور طبعا فنيه وتكتيكيه خاصه
مش هينفع طبعا ان احنا نتكلم عنها، لكن واضح ان في حاجات جديده ممكن نشوفها الايام القادمه وليس في مباراه الزمالك، لان الراجل واضح ان هو بيحاول يطبق فكر جديد للعيبه النادي الاهلي، بيحاول ان هو يتواصل معاهم بشكل كبير، بيقرب بكل زرار يعني في حاله مستمره، في حاله حذر وفي حاله بيتابع كمان حاله حذر، لان الجمهور كمان امير في مباراه الغد عليه دور كبير، اشتغلت اجتهدت بشكل كبير، الجهاز الفني في مجلس الاداره بيوفر كل حاجه، لكن جمهورنا ان شاء الله باذن الله التزامه هيبقى دافع كبير جدا للعيبه النادي الاهلي ان هم يحققوا السوبر. التشجيع من اول دقيقه لاخر دقيقه ده امر مهم ومطلوب جدا، ولعبتنا لو طبعا كالعاده روح الفانيله الحمراء وشخصيه البطل ده الهدف كان لعيبه النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله يكون الاحتفال في برج العرب بننزل السوبر يكون رقم 11 لفريق النادي الاهلي ان شاء الله. طيب كريم، اللاعبين معنويا نفسيا جاهزين لهذه المباراه بأني شكل؟ انت كنت قريب منهم جدا، انت اللي شايف وشوش اللعيبه، اشرح لنا. اقدر اقول لك من خلال التدريبات اللي فاتت، يمكن من خلال مداخلات كمان الجديه والحماس هي سمه التدريبات والتحذيرات اللي كانوا كنا من كابتن سامي قمصان كابتن سيد مسترينيه فايرال، لان كل واحد فيه منافسه كبيره جدا وشرفه جدا، محمود متولي ياسر ابراهيم رامي ربيع منافسه قويه جدا، شريف اكرامي مع الشناوي، يعني عدد كبير من اللعيبه كان ينفس داخل الملعب، نقدر نقول حاجه مصممه للجماهير ان اي حد يقدر انه المدير الفني يختار يكون متواجد في ال 11 المطلوب، لان الكل بيجتهد والكل مركز، حاله اللعيبه المعنويه مرتفعه، عندهم هدف وعندهم تركيز كبير جدا، الفصل تام، ودي الحاجه الكويسه والحاجه المهمه اللي بيقوم بيها كابتن سيد عبد الحفيظ قعدته، كل الامور الخارجه عن المستطيل الاخضر كابتن سيد عبد الحفيظ كابتن حسام عاشور اللعيبه الكبار فصل مستوى بشكل عارف ان في 90 دقيقه ان شاء الله باذن الله تفرح جمهور النادي الاهلي نجتهد فيهم بشكل كبير، والتوفيق ان شاء الله يكون معانا باذن الله في هذه المباراه. ازارو مسافر مع الفريق ولا موجود في القاهره يا كريم؟ النهارده ازارو كان تدرب لوحده يا امير، يعني قبل المران المستبعدين كان وليد ازارو بيتدرب لوحده، وموضوع له طبعا برنامج يعني ممكن من اسبوع ل 10 ايام يكون وليد ازارو عائد من جديد، من يعني من المتوقع ومن الواضح امير ان وليد ازارو بشكل كبير جدا يكون متواجد مؤازر في فرقه النادي الاهلي بالنسبه لمباراه الغد، لكن يعني معلومه مؤكده مش قادر اكد لك، لكن من الواضح ومن المؤكد ان خلال معرفه وليد ازارو انه هو خارج القائمه، لكن يكون متواجد ان شاء الله بيؤازر النادي الاهلي من المذكره. طيب يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز المتالق كالعاده كريم احمد مراسل قناه الاهلي، وقال لنا تفاصيل كثيره جدا متعلقه بآخر مران للنادي الأهلي قبل مباراة الغد أمام نادي الزمالك في السوبر. طمنا على كل اللعيبة بشكل كبير. خلينا نقول لحضراتكم قائمة نادي الأهلي لمباراة الغد: محمد الشناوي، شريف إكرامي، علي لطفي في حراسة المرمى، خط الدفاع أحمد فتحي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، محمود متولي، محمود وحيد، علي مع خط الوسط عمرو السولية، حمدي فتحي، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدي قفشة، حسين الشحات، رمضان صبحي، احمد الشيخ، اليو ديانج، وجيرالدو، وفي الهجوم كل من جونيور اجاييه، مروان محسن، صلاح محسن. دي قائمه النادي الاهلي لمباراه الغد باذن الله. كده تم استبعاد مين بقى؟ تم استبعاد كل من ايمن اشرف طبعا للايقاف، عربي بدر، حسين السيد، محمد محمود طبعا لسه في عدم اكتمال شفائه، محمد عبد المنعم، سعد سمير ايضا نفس القصه زي محمد محمود، عمار حمدي، دول خارج القائمة بالإضافة لوليد أزارو اللي مش هيكون متواجد في هذه المباراة. نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في حصد هذا اللقب رقم 11 في تاريخ النادي الأهلي في بطولات السوبر المحلي. نكمل أخبارنا، كنا بنتكلم عن الأهرام، نروح لجورنان المسا. المسا طوارئ في معسكر الأهلي استعدادا للسوبر. طبعا الاستعداد بتبقى قويه، يعني طوارئ بيبقى طوارئ من ناحيه الاستعداد ان انت تبقى جاهز بقى باي شكل من الاشكال، وان شاء الله الجاهزيه تكون متكامله بالنسبه لكل اللاعبين وللجهاز الفني بالطبع. فايلر للاعبين قال لهم تالقوا واثبتوا جدارتكم باللقب، ان شاء الله هيتالقوا. سيد عبد الحفيظ، الفوز على الزمالك فرصه للرد على الانتقادات الموجهه للجهاز، وهي في الحقيقه كانت انتقادات قبل الاعلان عن المدير الفني، كان الناس شايفه ان احنا ممكن نجيب اسم كبير او مش دايما الاسم الكبير هو اللي بينجح، واتكلمنا في الجزئيه دي كتير مش هنعيد فيها يعني. لكن حاليا ما فيش اي انتقادات للجهاز الفني، الكل ملتف حوالين الجهاز الفني، ودي سمه جماهير النادي الاهلي، الراجل موجود كلنا في ظهره، وبعد كده باذن الله الفتره الجايه نقيم. ما شفناش ولا مباراه لمستر فايلر، لعب مباراه وكسب 2-0 بره ارض، حاجه كويسه، حاجه مبشره،
بغض النظر احنا ما شفناش الشكل كان عامل ازاي، لكن الفتره الجايه هنشوف بقى مباريات اكتر عندك السوبر وعندك بقى توالي المباريات في الدوري وبطوله دوري ابطال افريقيا. فكل الدعم والمسانده موجوده من كل جمهور النادي الاهلي للجهاز الفني بشكل كده. نروح للاخبار. الاهلي على قلب رجل واحد، فايلر يشعل المران بالغالب مستمر. طبعا امور كلها بتبقى حماسيه خلال التدريبات، لكن موضوع الغالب مستمر بالمناسبه ده بيحصل في كل التدريبات، يعني كل يوم بيتم تقسيم الفريق لثلاث مجاميع في التقسيمه. الفرقه اللي كسبه في الملعب هي اللي بتستمر في التقسيمه، يعني الفرقه اللي بتخسر بتطلع بره، لكن يعني مش جانب مهم يتم الحديث عنه. لكن في كل الاحوال الاستعدادات قويه ولا تقل اهميه طبعا بكل تاكيد عن اي مباراه بيستعدلها النادي الاهلي، بل بالعكس دي بتزيد لسبب انك بتلعب على طول بطوله السوبر. نروح للوطن. الاهلي جاهز بتشكيل كانوا وهم بيستنتجوا او بيتوقعوا ان الاهلي هيلعب بالتشكيل اللي لعب بيه مباراه كانو سبورت، ومش شرط ان يكون هو نفس التشكيل بالمناسبه. صلاح محسن مفاجاه الهجوم امام الابيض، مش هيبقى مفاجاه ولا حاجه، صلاح محسن لعب الماتش اللي فات وجاب جون، فلو لعب وابتدى المباراه مش هيبقى مفاجاه خالص صلاح محسن يعني. فايلر يطالب اللاعبين بتحقيق اولى البطولات معه ويتحفظ على الدفع وليس المادي، امور كلها فنيه خاصه بالراجل. ياسر ابراهيم بديلا لايمن اشرف، هو الاقرب ان هو يكون متواجد بجوار محمود متولي، وفي فرص لرامي ربيعه، خلي بالك في فرص لرامي ربيعه ان يكون متواجد في التشكيل الاساسي. ليه؟ بقاله ثلاث تدريبات جماعيه بيتمرن بيشارك، مفيش الحمد لله اي مشكله، كان عنده اصابه بسيطه في العضله الخلفيه الفتره اللي فاتت، تم علاجه بالشكل الامثل وباذن الله باذن الله يكون لائق. حته اختياره هو اللي يلعب بقى او ما يلعبش دي ترجع للجهاز الفني. نروح للمصري اليوم. المصري اليوم بتتكلم في ايه؟ تقول كواليس سوبر الموسم الاستثنائي، الاحمر الالام تعود ازاره خلاص مش هيشارك في هذه المباراه، اشتعال المنافسه بين صلاح ومروان، طبعا في منافسه قويه ما بين الاثنين، واي حد فيهم يتمنى ان هو يمثل النادي الاهلي في اي مباراه بشكل عام مش مباراه بكره بس، فدي منافسه في صالح الفرقه في الحقيقه، منافسه كويسه جدا. الخطيب يطالب اللاعبين بالبطوله، مش الخطيب بس، جمهور الاهلي كله بيطلب من لعيبه النادي الاهلي هذه البطوله. ان شاء الله ان شاء الله يجيبوا لنا السوبر، نبتدي موسم بشكل مميز جدا بقى. عندك على طول بعدها بيومين ماتش سموحه في الدوري، فالانطلاقه او استكمال الانطلاقه هيكون خلال مباراه الزمالك في السوبر لو كسبنا باذن الله ان شاء الله، نتمنى لهم كل التوفيق. طيب دي كانت اخبار الاهلي في الصحف، اخبار الاهلي في مواقع ايه؟ نشوف. الموقع الرسمي للاهلي، الاهلي يختتم اليوم تدريباته بالتتش استعدادا للسوبر. اليوم السابع رسميا تقديم موعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك 60 دقيقة. البوابة سبورت، الأهلي واصل معسكره في اسكندرية بعد مباراة الزمالك. فيتو، فايلر يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادا لمواجهة الزمالك. مبتدا، الأحمر يتفوق، تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر المحلي. 1-3، فايلر يستقر على استمرار أحمد فتحي في تشكيل الأهلي أمام الزمالك. صدى البلد، مؤمن زكريا يطير إلى ألمانيا لبدء رحلة علاجه. سوبر كورة، برنامج خاص لتأهيل أزارو بعد غيابه عن السوبر. يلا كورة، وكيل فايلر، الأهلي في حجم ميلان والباير وجمهوره لا يرضى بأقل من دوري الأبطال. نروح بسرعة لليوم السابع. بتقول إن الماتش خلاص تم تقديمه ساعة، كان المفروض الساعة 8 بقى الساعة 7، وده بناء على طلبات الأمن يعني، وده شيء في الحقيقة كويس جدا ان المباراه تكون بدري شويه، لان هي في برج العرب ففي جماهير طبعا 5000 من هنا و5000 من هنا، فصفر، فكل مباراه تبقى بدري كل ما يبقى احسن، خصوصا ان انت ممكن تلعب توصل ضربات الجزاء فالماتش يتاخر، فلا كده افضل طبعا لجماهير الاهلي والزمالك، نتمنى لهم ان شاء الله العوده بالف سلامه من اسكندريه، سواء اللي هيرجع لاسكندريه من برج العرب او اللي هيرجع القاهره او من اي محافظه يعني.
كل الاحوال نتمنى السلامه للجميع، والتقديم ده شيء مميز الحقيقه. نروح للبوابه سبورت. الاهلي واصل معسكره في اسكندريه بعد مباراه الزمالك، وده بسبب مباراه سموحه، ده بشكل رسمي خلاص الفريق هيكمل هناك لحد ماتش سموحه يوم الاثنين باذن الله على استاد الجيش ببرج العرب. نروح لفيتو. فايلر يحاضر لاعبي الاهلي بالفيديو استعدادا لمواجهه الزمالك. في الفتره اللي فاتت كان في بعض المحاضرات النظريه، لكن النهارده عقب الوصول باذن الله مباشره، ده حقيقي الفريق يوصل هناك برج العرب المقر اللي هيقيم فيه، وهيبقى في محاضره بالليل بعد العشاء من مستر فايلر للاعبين، والكلام هيكون بقى خلاص وضع الرتوش الاخيره على هذه المباراه، على نقاط الضعف عند نادي الزمالك، نقاط القوه كمان ازاي تتعامل معاها، فهتبقى محاضره اكيد مهمه من ضمن المحاضرات لمستر فايلر مع اللاعبين. وبكره هتبقى محاضره اخيره اللي هيتم اعلان فيها تشكيل للاعبين قبل المباراه على طول، يعني قبل التحرك لملعب المباراه. نروح لمبتدا. يعني من امبارح الكل بيتكلم على تاريخ مواجهات الفرقتين في السوبر، وزي ما حضراتكم عارفين وقلنا لحضراتكم امبارح، الاهلي كسب الزمالك، هم لعبوا 5 مرات، الاهلي كسب 4 مرات والزمالك كسب مره وحيده. ان شاء الله بكره تبقى المره الخامسه للنادي الاهلي الفوز على نادي الزمالك في 6 مواجهات. طبعا مباراه صعبه جدا، مباراه خارج التوقعات، الفرقتين كبار جدا، نادي الزمالك فريق جيد وفريق محترم، عناصر مميزه جدا، انت برضه عندك عناصر غايه في الروعه، لعيبه ترجح كفه اي فريق في الدنيا، من اقوى القوائم اللي تم تشكيلها بالنسبه للنادي الاهلي خلال السنوات الاخيره، فان شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق. 1-3 فايلر يستقر على استمرار احمد فتحي في تشكيل الاهلي امام الزمالك. احمد فتحي طبعا عنصر مهم قوي في منافسه قويه مع محمد دهاني، مع فارق الخبرات طبعا لصالح احمد فتحي، لكن قدرات برده ايضا عند محمد دهاني، فهنا اكيد بيبقى فيه حيره لما يكون عندك 2 لعيبه زي احمد فتحي ومحمد دهاني بيجيدوا اللعب. طبعا احمد فتحي مش محتاج ان احنا نتكلم عنه، تاريخ كبير جدا، محمد هاني لعيب مميز قوي، الاقرب احمد فتحي، وارد بنسبه كبيره يكون احمد فتحي هو الاقرب للبدء في هذه المباراه، خصوصا ان خبرات احمد فتحي في المباريات دي وفي كل المباريات في الحقيقه يعني بتبقى مميزه وبترجح كفه الفريق بشكل اكبر. طبعا مع وضع في الاعتبار ان محمد هاني حتى لو لعب ايضا هيكون مؤثر ومميز، لان محمد هاني برده في الجانب الهجومي اكثر من رائع، فان شاء الله نتمنى ايا كان مين اللي هيشارك يكون موفق، اهم حاجه التوفيق في الحقيقه. نروح لصدى البلد. مؤمن زكريا يطير الى المانيا لبدء رحله العلاج النهارده الصبح. مؤمن زكريا سافر لالمانيا عشان يبتدي رحله العلاج، يا رب ان شاء الله نتمنى له كل السلامه في اطار الدعم الكبير من كل الرياضيين في مصر. طبعا النادي الاهلي في المقدمه دايما، النادي الاهلي متكفل بعلاج مؤمن زكريا، الموضوع ده مفروغ منه لان البعض كان دايما بيتكلم وبيحاول يعني يقول اخبار مش حقيقيه خالص. الاهلي من اول لحظه وكان مهتم بعلاج مؤمن زكريا، كان بس في سريه في موضوع ان ايه الاصابه، لحد ما اللاعب نفسه طلع اتكلم، فخلاص طبعا اللاعب اتكلم خلاص الاهلي بيعلن عن كل الامور، لكن اللحظه الاولى الاهلي قايل لمؤمن احنا معاك ظهرك مش هنسيبك، وده طبيعي عند النادي الاهلي، ده طبيعي. نتمنى المؤمن ان شاء الله كل السلامه ويعود سريعا. نروح للسوبر كوره، برنامج خاص لتاهيل ازارو بعد غيابه عن السوبر. خلاص ازارو عنده جزعه في الركبه بره الماتش، لكن هيتم تجهيز المباريات اللي بعد كده، ما اعتقدش كمان ان هو ممكن يلحق ماتش سموحه، ما بعد سموحه ممكن يلحق وليد ازارو. يلا كوره. وتصريح لوكيل مستر فايلر بيقول ايه؟ ان الاهلي في حجم ميلان والبايرن وجمهوره لا يرضى باقل من دوري الابطال. من ضمن في الحقيقه المميزات، وبتكلم بحب اتكلم بواقعيه شويه، ان تصريحات مستر فايلر نفسه ووكيل اعماله كمان النهارده تصريح في احدى المواقع في سويسرا، يعني قال لهم يا جماعه النادي الاهلي وجمهوره اهم حاجه عندهم دوري الابطال، فكون ان انت جاي ملم بكل الامور والظروف والطموحات الخاصه بالجماهير، فانت كده قطعت شوط كبير قوي لنجاحك باذن الله يعني. فعارف ان الجمهور مستني دوري ابطال افريقيا، اذا انت الهدف محدد بالنسبه لك، مش هتكتفي بدوري بس او هتكتفي بكاس بس، لا هتبقى هدفك انك تفوز بدوري ابطال افريقيا، طبعا مع كل البطولات نفسنا اكيد يعني، لكن الاهم بصراحه فعلا دوري ابطال افريقيا. فمن ضمن الحاجات المميزه في الحقيقه ان وكيل فايلر وفايلر نفسه عارفين قوي المطلوب منهم، وده شيء كويس، نتمنى لهم كل التوفيق باذن الله باذن الله بدايه من مباراه الغد. دي كانت اخبار الاهلي في المواقع، بعض الاخبار المحليه والعالميه. يلا الشروق.
المنتخب الوطني يحافظ على ترتيبه في تصنيف الفيفا. اليوم السابع، اتحاد الكرة يناقش مقترح دعوة رؤساء الأندية وكلمة لرئيس الجبلية قبل السوبر. سوبر كورة، دعوة رموز الرياضة المصرية لحضور السوبر المصري. اليوم السابع، اتحاد الكرة عن تعيين حكم مصري رابع في السوبر، مفيش ولا واحد ألماني فاضي. ماشي. الفجر سبورت، اتحاد الكرة يفاجئ الأهلي والزمالك بسوبر جديد. في الجول، أحمد حجازي عدت من الإصابة أسرع مما توقعنا. الفجر سبورت، أسطورة كاتالونيا صلاح سيخلف ميسي أو رونالدو يوما ما. يلا كورة، فان دايك عن إهدار هجوم ليفربول للفرص، كنا نتمنى تمريرات أفضل. الوطن سبورت، سيميوني عقب التعادل مع يوفنتوس سعيد بالأداء لكن افتقدنا الشراسة الهجومية. فيتو، فرانس فوتبول تكشف تفاصيل حفل الكرة الذهبية لعام 2019. الشروق، إيران تسمح للسيدات بالتواجد في ملاعب كرة القدم خلال المباريات الدولية. بعد الفاصل التعليق على كل هذه الأخبار محلية وعالمية، وكمان الحديث هيكون مفصل عن مباراة الغد ما بين الأهلي والزمالك في السوبر، وكمان هيكون أكثر تفصيلا عن تعيين الكابتن حسام بدري كمدير فني منتخب مصر مع مين؟ مع ضيفنا العزيز الأستاذ محمد الأوسي الناقد الرياضي الكبير. استنونا بعد الفاصل. كالعاده في حلقه كل خميس بينورنا ويشرفنا الاستاذ محمد الاوسي الناقد الرياضي الكبير. يا استاذ اوسي اهلا بيك. اهلا بك يا امير، تحياتي ليك ولكل مشاهدي الاهلي في كل مكان. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله تمام. الاسبوع اللي فات قلنا ايه؟ نتمنى ان الاسبوع اللي جاي نتكلم يكون المدير الفني تم الاعلان عن منتخب مصر، وحظنا الحلو ان الحمد لله تم الاعلان قبل الحلقه باقل من ساعه. يعني احنا كنا متوقعين ان هو يتم الاعلان عنه، واحنا كنا يوم الخميس يعني جمعة. كان كل التاكيدات كانت السبت اقصى الحد، لكن طبعا يعني كان في حاله يعني اختلافات كبيره جدا على الراي والرؤيه. كان في تشتت كبير جدا في داخل اللجنه الخماسيه. كان في عدم اتفاق على حاجات، كان في يعني تحس ان ايهاب جلال بينكر ان هم كلموه، وهم بينكروا ان كلموا ايهاب جلال، والمصري يقول ان هو ما كلموش ايهاب. يعني تحس ان في لخبطه كبيره جدا كانت بتحصل حتى اللحظات الاولى. النهارده نفس الكلام ونفس الامور. يعني امبارح كان ايهاب جلال كان قاعد معاهم، امبارح كان رايح برضو للنادي المصري عشان يعترف له ان هو خلاص. يعني تحس ان هو انت كنت بتشتغل في سريه، ما تطلع اعلن مفاوضاتك واتصل بالنادي المصري وقول الكلام ده. المهم حصل نوع كبير من الدربكه، وفجاه وبعد كل هذا الطحين وهذا الصداع وهذا الكلام الكثير عن ايهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب، وان الامور حسمت وانه شكل الجهاز وكل الامور انتهت، وان الراجل ذهب الى بورسعيد ليودع الناس هناك ويعود مديرا فنيا لمنتخب مصر، وهو مقعد يحلم به اي مدرب مصري ايا كان. يعني بل هو شرف لاي مدرب حتى من كبار المدربين في العالم يتمنى ان يدرب منتخب بيحمل اسم منتخب مصر. يعني منتخب مصر له اسم وثقل كبير، ومصر دوله لها ثقلها كبير، ومدربين عالميين يتمنون ذلك اذا نجحت في توفير المقابل المالي. يعني اللي وفوجئنا في ما بين يعني في غمضه ما بين غمضه عين وانتباهاتها كابتن حسام بدري. يعني المشكله ان كابتن حسام بدري يعني في الفتره الاخيره اخر كام يوم ما كانش من المرشحين خلاص، يعني تم استبعاد فجاه. لقيت الكابتن حسام بدري، بقول لك يعني انت زي ما قلت ان حسام بدري كان مطروح بقوه في الاول وكان صارت معاه المفاوضات، وفجاه حصل انقلاب على كابتن حسام بدري ودخلوا في مفاوضات مع كابتن ايهاب جلال،
ثم وصلت العلاقة بينه وبين إيهاب جلال إلى هذا الطريق. يعني آخر كلام قيل إن إيهاب اعتذر، وأنا أشك إن يكون إيهاب اعتذر. يعني إيهاب لم يعتذر، تمسك بالعناصر اللي هو عايزها. والله لا اعتذر ولا تمسك. يعني إيهاب يعني هناك اشياء كثيره حصلت. يعني تقول لنا كواليس عندك يا استاذ يوسف؟ لا يعني ما فيش مش كل ما يعرف يقال، لكن يعني ايهاب جلال استبعد في اللحظات الاخيره. يعني ده اللي اقدر اقول لك. يعني ايهاب جلال لو كان تم الموافقه على عنصر معين ان هو يكون متواجد في جهاز فني منتخب مصر كان تم الاعلان من يومين ثلاثه فاتوا. ما هي المشكله ما كانتش في ايهاب جلال، المشكله كانت في حاجات تانية كتير. يعني ماشي، دي من ضمن المشاكل. من ضمن المشاكل يعني. لكن ايهاب جلال كان موافق وكانت الامور تمام وكانت الامور منتهيه. يعني من يرفض منتخب مصر؟ يعني ايهاب جلال يعتذر عن منتخب مصر؟ يعني انت تتخيل يعني ده حلم هو نفسه. يعني ما كانش يحلم انه يرشح لهذا المكان. اما وانه رشح ليه، فلما تجي الفرصه هو يعتذر؟ ده لو كان هيدفع عليها فلوس كان هيقبلها. يعني لو كان هو هيدفع الشرط الجزائي بتاع نادي المصري اللي بيقولوا حوالي 3 مليون جنيه كان ممكن يدفع عشان يدمر المنتخب. تدريبك لمنتخب مصر ده يخلي السي في بتاعك يعني نار. يعني انت مدير فني لمنتخب مصر. هو النهارده اعتذر لما عرف بقى اكيد انه مش جاي مثلا. انا بقول لك ما اعتذرش، هو اخبار نزلت في كل حته. ماشي اوكي، خليها اخبار. يعني ان في النهايه المهم ايهاب جلال تم استبعاده وتولى المهمه كابتن حسام البدري. ويمكن انا كان لنا لقاءات سابقه قبل كده واكدت لك ان كابتن حسام البدري هو يعني الافضل من بين المرشحين. مع احترامنا لكل الناس اللي موجودين، تتفق او تختلف مع حسام البدري، هو الشخصيه القادره على قياده المنتخب في هذه المرحله. يعني فيعني اختيار صدف اهله، نتمنى ليه التوفيق. يعني هو دلوقتي بيقود منتخب مصر، فطبيعي ان كل الناس تكون يعني سبورت ليه وتكون خلفه، لان في النهايه ما ينفعش ان حد يحارب مدير فني منتخب مصر او حد ينتقد مدير فني منتخب مصر او حد يقف ضده او يعني نقف في منطقه الخلاف. نتجاوز منطقه الخلافات اللي احنا موجودين فيها، نتجاوز منطقه الاختيار اللي طولت جدا، وده نتيجه أوي لقله خبرات اعضاء اللجنه الخماسيه بين كامل وعدم قدرتهم على حسم الامور وعدم وضوح الرؤيه امامهم. وكان مفترض ان هم يعني زي ما كانوا مفترض يشكلوا، بدل ما استشاروا ناس كان ممكن يشكلوا لجنه من كبار خبراء الكره المصريه، كان ممكن يكون كمان ضمنها كابتن حسن شحاته طبعا. واللي عايزين ناكد ان كابتن حسن شحاته اكبر واعلى من أكيد. ان يوضع في مقارنه مع اي مدرب في مصر. كابتن حسن شحاته رمز تدريبي في مصر والوطن العربي وافريقيا. كابتن حسن شحاته حقق ما لم يحققه اي مدير فني اخر عبر التاريخ في الكره المصريه والكره الافريقيه. فبالتالي الراجل خليه في منطقه لوحده بعيد. يعني بس في كل الاحوال يا استاذ اوسي برضو منطقيا، يعني ما طبيعي ان انت لما تيجي تفكر في جهاز فني منتخب مصر او مدير فني منتخب مصر، وزي ما حضرتك قلت اسم كبير جدا اي حد يتمنى ان هو يتولى المسؤوليه، يعني عادي. انا مش شايف ان فيها مشكله ان الكابتن حسن شحاته يكون مطروح من ضمن الاسماء اللي تعرض. يعني لا ما فيش مشكله. ما فيش مشكله خالص، لكن ما يتحطش سي في بتاع مع الاعتراف بقيمته الكبيره وتاريخه الكبير. يعني انا كان من وجهه نظري ان لما يجي حد زي كابتن حسام البدري عنده طموح ان يفعل شيء، الطموح انك تحقق شيء ده مهم جدا. يعني بالزبط. الطموح ان يكون عندك رغبه لعمل تاريخ لنفسك ولبلدك ده مهم جدا. خصوصا انك انت ما عملتش، وخصوصا انك انت كمدرب لك خبرات مهمه جدا. يعني خبرات كابتن حسام بدري تفوق خبرات الكابتن ايهاب جلال من واقع الانجازات والارقام اللي حققها. لما تلاقي ده محقق 10 القاب ايهاب جلال ولا لقب. يعني كابتن حسام بدري 3 دوري محلي مع النادي الاهلي، 3 سوبر مع النادي الاهلي، دوري ابطال افريقيا مع النادي الاهلي، سوبر افريقيا مع النادي الاهلي، حتى في تجربته السودانيه فاز بالدوري السوداني مع المريخ. ففي يعني راجل مر وعاش تحت ضغوط وعاش تحت الجماهير. كابتن ايهاب جلال ما مسكش فريق بمقومات النادي الاهلي عشان يحقق البطولات دي. ما مسك فريق الزمالك يعني عموما صغيره جدا. لا عادي جدا يعني ربما ما توحتلوش الفرصه. يعني طبعا اي حد بيمسك النادي الاهلي، النادي الاهلي بيعلي السي في بتاعه والاهلي بيساعده انه يحقق بطولات وبيحقق انجازات. يعني اعتقد لو الكابتن حسام بدري كان مسك الداخليه او كان مسك بتروجيت ما كانش هيقدر ياخد بيها الدوري زي النادي الاهلي. يعني واخد بالك؟ لكن كون ان هو عاش هذه الظروف، عاش هذه المرحله، مر بضغوطات كبيره جدا، عاش تحت ضغوط جماهيريه، انتقد وهوجم وعاش تجارب كثيره جدا وعاش تجارب نصر وتجارب. يعني لما تلاقي فريق بحجم النادي الاهلي وراك كل هذه الشعبيه تقريبا الفكره تقترب من قياده المنتخب. يعني الاهلي كان فيه ممكن تلاقي 9 نجوم من نجوم المنتخب موجودين في الاهلي مثلا في اوقات كثيره جدا. يعني فالاهلي اشبه بمنتخب يعني طبعا. والزمالك بنفس الحكايه. فاللي بيقود دول بيتعرض لضغوط كبيره، يقدر يقود فرق كبيره جدا. يعني بل بالعكس ان ممكن ضغوط الجماهيريه في المنتخب تكون اقل من الضغوط في على مستوى الانديه. يعني فعموما نتمنى له التوفيق ونتمنى للجنه الخماسيه التوفيق، وان يكون في حسم في قراراتها، وان مساله الخلافات اللي موجوده تنتهي،
وان الخلافات موجوده. اه طبعا موجوده خلافات وحصل انقسامات تتمثل في امور اخرى بخلاف ملف المدير الفني اللي خلص خلاص. اعتقد ان الملف المدير الفني ده سيترك ظلال كثيره خلال المرحله المقبله ما بينهم في كثير من اتخاذ القرارات. تمام. طبعا ان احنا ما كنا نتمنى هذا يعني، يعني مفترض ان اللجنه دي جايه لجنه بالتوافق ولجنه توافقيه وجايه يعني في مرحله لها ظروفها الخاصه ومرحله مؤقته لمده سنه وهتنتهي مهمتها، يعني حتى مش هيخشوا انتخابات كنا ممكن نقول بيتصارع على الانتخابات، لا انتوا جايين تشتغلوا عشان مصلحه الكره المصريه. لكن هناك انقسامات كبيره جدا تجعلنا نشعر بالقلق على يعني السلطه الحاكمه في الجبليه. نتمنى ان الملف ده يغلق والخلافات تنتهى، لان الهدف العام مصلحه الكره المصريه ومصلحه منتخب مصر يعني في المرحله المقبله. ده الشيء الاهم في الحقيقه، وان شاء الله نتمنى كل التوفيق للكابتن حسام البدري. جهاز المعاون، احنا قلنا المعلومات اللي عندنا الاقرب ان ممكن يكون كابتن سيد معوض موجود، كابتن طارق مصطفى موجود، كابتن طارق سلمان خلينا نكمل لك، تمام، وكابتن احمد حسن كمدير للمنتخب. وارد ان يحصل تغييرات، ده شيء طبيعي، لكن احنا بنقول لحد هذه اللحظه عماد متعب، البعض بيسال عماد متعب، متعب مش هيبقى موجود اطلاقا اطلاقا في هذا الجهاز. عماد متعب كان موجود لو ايهاب جلال هو اللي تولى المسؤوليه. اتفضل يا استاذ. ده طبعا كلام مهم، طبعا يعني ضيق المسافه ما بين قرار الاختيار والوقت اللي احنا فيه دلوقتي والمفاجاه، الاختيار الكابتن حسام بدري كان مفاجاه للناس كلها مره واحده يعني. يعني لم يتح فرصه لحد ان يفكر في بدائل، يعني حتى تلاقي كابتن حسام بدري الان ما زال في مرحله التشاور لاختيار الجهاز الفني او الجهاز المعاون ليه. لما حضرتك بتتكلم او انا بتكلم، احنا بنتكلم طبقا للمعلومات اللي احنا عارفينها على الكابتن حسام وطبقا للاطروحات اللي قبل كده، يعني هو نفسه طرحها عندما كان اسمه يعني معروضا بقوه لتولي مهمه المدير الفني لمنتخب مصر. يعني كان بيتكلم في كابتن احمد ايوب، كان بيتكلم في كابتن طارق سليمان، كان بيتكلم في كابتن سيد معوض. دلوقتي بدانا نسمع اسماء جديده واسماء مختلفه، يعني قال لك ممكن كابتن طارق مصطفى، كابتن طارق مصطفى. يعني عايزين طبعا كده بقى انت هتخش في مرحله اعمل توازنات اهلاويه وزملكاويه. يعني البعض بيقول لك ان لازم يكون في مدرب معايا زملكاوي مع ضمن هذا الجهاز اللي تقريبا كله من بينتمي تقريبا للنادي الاهلي او كله من اولاد النادي الاهلي. يعني انا شايف ان ده غلط، يعني شايف ان لازم يكون في من هنا ومن هنا. لا لا ما فيش حاجه اسمها توازنات بين الاهلي والزمالك، ده كلام مرفوض، ده كلام هذا الكلام ليس لمصلحه منتخب مصر وليس لمصلحه الكره المصريه. شايف ان يترك الحريه بشكل كامل للمدير الفني بالظبط، يعني يترك الحريه بشكل كامل، وان كان هناك يعني انت شايف ان في حاجه يبقى في نوع من التفاوض، مش وهو يختار كمان العنصر، لو هو عايز يختار عنصر يختار عنصر، مفيش مشكله. انت في البدايه اقنعك يا تقنعني، لكن فكره لو انا اقتنعت باللي انت بالظبط، لكن فكره ان انا اجيب مدرب اهلاوي ومدرب زملكاوي وده يبقى اجباري وده يبقى موجود، فالكلام ده مش احتراف، اعتقد مش احتراف ومش منطقي يعني. اوروبا وهو في العالم كله، احنا طبعا نتمنى ان المدرب اللي يجي يجيب معاه جهاز فني قوي، جهاز فني يستطيع ان يكون عونا له في الازمات وفي المواقف الصعبه وفي الضغوط، زي ما قلنا واتفقنا ان لما يكونوا في ثلاثة او أربعة بيبصوا على الملعب خير من واحد ايا كان هذا الواحد، فلما يكون خلفك رجال اقوياء فانت تبقى قوي جدا يعني، ودايما القوي بيجيب الاقوياء معاه، دايما الموهوب بيجيب الموهوبين معاه، دايما الاقل هو اللي بيخاف ان حد قوي يجي معاه. انت راجل واثق من نفسك واثق من قدراتك، فاعتقد انك انت تستطيع ان تاتي بمدرب عام ايا كان هذا المدرب، بس يكون في بينكم نوع من التشاور ونوع من التفاهم ونوع من القبول يعني. والهدف في النهايه مصلحه منتخب مصر، لكن فكره ان انا اجيب واحد اهلاوي مع واحد زملكاوي وامشي العمليه بالتبادل، اعتقد ان الكلام ده مش مرفوض، وكلام مش هيخدم مصلحتنا بشكل عام يعني. انت مش بتدرب، اللي بيدرب نادي الزمالك بيجيب جهاز زملكاوي، اللي بيدرب نادي الاهلي يجيب جهاز اهلاوي، عادي ما فيش مشكله خالص. لكن حكايه ان عمل تشكيله اعتقد ان دي صعبه جدا، نتمنى لهم التوفيق ونتمنى يكون الاختيار مهم جدا. وكان زي ما قلت طبعا كابتن عماد متعب كان مطروح بقوه انه يبقى مدير المنتخب في المرحله المقبله، كلنا يعلم الخلاف بين الاثنين، وما اعتقدش ان هم ممكن يكون في مساحه عمل بينهم في المرحله المقبله. يمكن بنسمع اطروحات عن اسم محمد بركات بيطرح، النجم الكبير المحترم وهو نجم له كاريزما خاصه، بس بركات ليه اتجاهات اخرى يعني هو اعلن عنها بالظبط. يعني حتى ما احنا بنقول اسماء مطروحه، وكابتن احمد حسن من الناس الاسماء مطروحه بقوه. نتمنى ان الجهاز المعاون يكون جهاز جيد وجهاز منظم وجهاز يعني يكون على تفاهم مع المدير الفني، احنا برضو مش عايزين جهاز يكون فيه خلافات بالظبط مع المدير الفني، لان ده زي ما قلنا لن يفيد المنتخب في شيء. فان شاء الله تحسن، واكيد تحسن بالشكل اللائق يعني. السؤال هنا، كابتن حسام بدري نجح مع النادي الاهلي، طبعا نجح، فشل مع المنتخب الاولمبي، بالتالي هل نقدر
نستشف مثلا او نتوقع مدى نجاح كابتن حسام بدري مع المنتخب الاول؟ توقعك ايه؟ لما نجح مع النادي الاهلي نجح. النادي الاهلي منظومه بتنجح اي حد طبعا، يعني متفقين على هذا الكلام يعني. ناس في بعض المدربين بيجوا ما بينجحوش. لا يعني بنسبه كبيره جدا يعني بالنسبه الاكبر يعني بالنسبه الاكبر يعني ليه؟ الاهلي بيوفر لك بتاع، لو فشلت تبقى انت يعني خلاص بقى ما فيكش فايده يعني. تمام. لان الاهلي بيوفر لك اجواء مهمه جدا، وبيوفر لك نظام عمل ولاعيبه. يبقى الفشل عندك انت يعني. يبقى الفشل عندك يعني. كابتن حسام عمل تجربه مهمه جدا مع النادي الاهلي، وهو يعني تتلمذ على يد البرتغالي مانويل جوزيه. اشتغل معاه كل الفترات اللي كان موجود فيها، بدايه من مدير الكره للمدرب العام، الى ان بعد ان ترك المهمه يعني كان في فاصل جه مدرب، وبعد كده تولى كابتن حسام بدر المهمه يعني. هو حقق ده كان فاصل كده. يومين ثلاثه يعني كان فاصل سريع يعني. انجاد جه وتم الغاء التعاقد. ده صحيح. وتولى كابتن حسام بدر، وكان يعني طبعا كان كابتن حسام بدري بينتظر هذه الفرصه يعني بفارغ الصبر. كان نفسه في يوم من الايام يتولى مهمه الرجل الاول في النادي الاهلي. والحقيقه الراجل عنده طموح كبير جدا، وعنده شخصيه وعنده قضيه، وقدر يحقق ده، وقدر يحقق بطولات مع النادي الاهلي، وتحقق له الطموح الاكبر ان هو يمسك المنتخب مصر. انا شفت تجربته مع المنتخب الاولمبي برغم كان فيها فشل كبير، مش عايزين نقيس عليها القادم، لان الامور هتكون مختلفه. ومع المنتخب الاول القماشه كبيره جدا، والمساحه كبيره جدا، والطموح كبيره جدا، واعتقد ان هو عنده طموح كبير جدا ويقدر يحقق. وانا شخصيا متفائل ليه مع المنتخب ان هو يقدر يحقق حاجه كويسه. طيب انا عايز ارجع بقى للناحيه الاداريه شويه، بالتحديد في اختيار المدير الفني. تمام. هل التخبط حضرتك شايفه اللي حصل في اتحاد الكره ده بتشوفه ازاي وبتقيمه ازاي؟ اسبابه ايه ان انت قعدت فتره طويله قوي عشان تختار مدرب؟ ما بقول لك يعني ده نتيجه نقص خبرات، نتيجة عدم وجود انسجام داخل اللجنة، نتيجة ان كل ان في يعني هم خمسة، فالخمسة يعني بالرغم من ان المساحة محدودة وان يكون اتفاقهم سهل جدا اكتر ما يكونوا 12 ولا 13 ولا اي رقم، لكن كان في واحد عايز كده وواحد عايز كده وواحد عايز كده، فكل كان في اكتر من حد ليه اكتر من اتجاه. عدم التجانس والتوافق بينهم في هذا الامر هو اللي تسبب في الموضوع ده. وكان كل واحد ليه دوافعه وليه اهدافه يعني. انا ما اعتقدش ان واحد كان بيدور على مصلحه شخصيه او عايز يخدم على مصلحه حد او عايز يجامل حد يعني. كان الهدف ان انا عايز اجيب مثلا في حد كان متبني ايهاب جلال فكر شاب وجديد ومختلف وبيلقى قبول من الناس كلها، في حد كان متبني كابتن حسن شحاته تاريخ وانجازات وسي في تقيله جدا وهو الاحق بالعوده للمنتخب الان، حد كان بيتبنى الكابتن حسام بدري. ده هو اللي عمل نوع من الخلافات والتخبطات اللي ما كناش نتمنى ان احنا نعرفها. لكن اللي انا شايفه هم يعني ما عندهمش كنترول على نفسهم يعني، تشعر انهم مفتوحين جدا ومنكشفين جدا يعني، متعريين قدام الاعلام يعني. اي حاجه بتحصل بتبقى واضحه وظاهره. دي سلبيه كبيره بشكل كبير جدا طبعا. دي سلبيه كبيره جدا ولا تساعد على النجاح على الاطلاق يعني. المفروض يبقى فيه سيطره من القائد اللجنه او قائد المجموعه، يكون في اتفاق بين الجميع على ان ما يحدث في الغرف المغلقه لا يخرج بالخارج. صحيح من ضمن الصعب جدا دلوقتي في ظل وسائل الاعلام او الثوره في وسائل الاعلام وفي السوشيال ميديا والكلام والاثار كتير بتتسرب، لكن يعني المفروض يبقى فيه برضو نوع من الانضباط افضل من هذا بكثير، لان الصمت كثيرا ممكن يؤدي للنجاح، ممكن يعالج سلبيات، ممكن تبقى فيه خلافات داخل المجموعه اللي بتدير، لكن عدم وصولها لوسائل الاعلام بالشكل الكافي يساعد على لم الامور ولم الشمل. لكن وصول حاجات كثيره جدا لوسائل الاعلام وكلام كثير جدا عن الانقسامات وكلام كثير جدا عن الخلافات، ده بيعمق الخلافات، واعتقد ان يعني بيسيب شرخ كبير جدا يصعب او جرح يصعب التئامه يعني. هو الخوف ان التخبط ده يطول بعض القرارات الاخرى يعني، مثلا زي موضوع تقنيه الفار. ما كانوا قالوا ان هيبقى في تقنيه فار يعني، ممكن برضو الموضوع يتلغي مع الوقت او ياخد وقت كتير فبالتالي ما يبقاش موجود يعني. ده مع يعني مع ذات اللي دخول في موضوع اخر، لكن عمليه تقنيه الفار دي مساله ليست سهله على الاطلاق. مساله محتاجه. انا مش بتكلم على التقنيه نفسها، بتكلم على الطريقه الاداريه. لا الطريقه طبعا، الطريقه طبعا المفروض هم خدوا. اتكلمنا في الموضوع ده كتير. الطريقه المفروض هم خدوا قرار وبتاع، لكن القرار ده عشان يطبق محتاج وقت. ده ما فيش شك في هذا الامر، محتاج وقت كافي يعني. يعني ممكن تحتاج مثلا 3 4 شهور على ما تبدا تدرب وتجهز وتعمل، محتاج كاميرات ومحتاج امكانيات ومحتاج فلوس، محتاج امكانيات كبيره جدا يعني. لكن نتمنى ان كل الكلام اللي اخذوه يلتزموا بيه يعني. اللي نتمناه في هذا الموضوع تقنيه الفار، النهارده تم كمان اعتماد تشكيل لجنه الحكام، وده شيء مهم قوي، لان دول في ايديهم دلوقتي كل حاجه. لجنه الحكام، خلينا نقول اسماء الاول،
كابتن جمال غندور طبعا رئيس اللجنه، ياسر عبد الرؤوف عضو، محمد فاروق كذلك، وتامر دري. يعني الجيل ده المفروض او الناس الموجوده حاليا دي المفروض هي اللي تنقذ التحكيم المصري، لان التحكيم المصري زي ما احنا عارفين حالته سيئه جدا. هل شايف ان الكوادر الموجوده دي قادره على حل ازمه الحكام المصريين؟ يعني بص لما اتكلم على حد بحجم الكابتن جمال الغندور، حد طبعا معروف قيمته الكبيره جدا، معروف فكره، واتمنى نتمنى ليه النجاح، ولعل اهم قرار اتخذوه هو عدم احضار حكام اجانب للدوري المصري على الاطلاق. لكن حضرتك لما تاخد هذا القرار لابد انك انت تكون مجهز للحكم المصري الجيد والحكم المصري الكبير. طبعا السنوات الاخيره يمكن احنا من سنوات ماضيه كان الحكام المصريين عندهم ثقه كبيره في نفسهم، كان عندنا مستوى تحكيمه متميز. يمكن اخر سنتين مثلا وخصوصا الموسم الماضي يعني ثقه الحكام في نفسهم اهتزت لعدم الاعتماد عليهم والاعتماد على الاجانب بدرجه كبيره جدا، والتشكيك فيهم، ويعني عدم توفير حمايه كافيه ليهم. انا ما اعتقدش ان الكابتن جمال الغندور والاسماء طبعا اللي مختارها كابتن ياسر عبد الرؤوف، كابتن فاروق، كابتن دري، دي قامات تحكيميه كبيره جدا واسماء كبيره جدا، وهو اللي اختارهم، هم اختاروه وتركوا كل الفرصه ان هو يختار اللجنه بتاعته، وده مهم جدا لان مختار مجموعه تقدر تعمل معاه وتحقق له اهدافه اللي هو محتاجها. يعني جمال الغندور ولجنه الحكام لن ينجحوا على الاطلاق ما لم يكن خلفهم اتحاد كره قوي، ولن يكون لدينا اتحاد كره قوي من غير لوائح قويه جدا، يعني توقع عقوبات صارمه على كل المخالفات اللي بتحصل، وتوفر حمايه للتحكيم، ويكون هذا التحكيم مقدس مثل القاضي في المحكمه. لكن ما ينفعش ان بعد الماتش يطلع حد يهاجمه، ما ينفعش يطلع حد يسخر منه، ما ينفعش حد يطلع يشتمه، ما ينفعش لاعب يعمل معاه موقف في الملعب وتكون عقوبه ضعيفه او عقوبه متواضعه، ما ينفعش ان العقوبات تبقى عقوبات ماليه، لازم تكون عقوبات بالايقاف والمنع، ما ينفعش الجمهور يشتمهم، الكلام ده محظور وممنوع تماما. كل ده هيخلي الحكم يبقى ثقه في نفسه، انت لما تبقى نازل وعارف ان محدش يقدر يبص لك ومحدش يقدر يشتمك ومحدش يقدر يعمل، نازل مش قلقان يعني، نازل مش قلقان، نازل مطمن. زي ما بنشوف في دوريات اوروبا، عمرك شفت حد يقدر يبص للحكم؟ عمرك شفت جمهور موجود في الدوري الانجليزي والفرنساوي قاعد يشتم في الحكم وبتاع؟ الكلام ده مش موجود، بتبقى صفافير بس بيعترضوا بس، حتى اعتراضات ممكن تعترض بشكل شيك، وده بتبقى حاجات قليله جدا يعني. بنشوفنا حتى في الدوري ابطال اوروبا الحكم ممكن بيحتسب هدف وبيلغيه، يعني حاجات كتيره بتحصل ومحدش بيعمل اي حاجه والناس بتلتزم وتنضبط، لان اي حد عارف انه لو خرج على النص وعمل اي رد فعل هتتقطع رقبته. لكن احنا هنا بنشوف، انا اسف في التعبير اللي انا هقوله، يعني اللعيبه بلطجيه بعض الاحيان، لانه حاسس ان مفيش عقوبه رادعه هتقدر تدمر مستقبله الكروي. انا عايزك تبقى منضبط وعايزك تبقى ملتزم، يعني خليها تحافظ على كلمه بلطجيه. انا بقول لك، في لعيبه في الحقيقه يعني اكيد لاعبين، انا بقول لك انا اسف، انا اسف بقول لك ان انا بقول لفظ زي كده، لكن في لعيبه تشعر ان لاعب في توه في شارع مش بتاع بيتخانق وبتاع ويعترض وعايز يوصل للحكم، يعني انا المشاهد دي كلنا عارفينها وشايفينها في الدوري المصري، وفياما لعيبه جريت ورا حكام وضربتها، وياما حكام يعني اتضربت بشاليت واتضربت بإلم ولا حصل لها اي حاجه ورجعت تلعب كره تاني. ده في افريقيا بقى بشكل عام، الدوري المصري لا، حصل في الدوري المصري امتى؟ وبيحصل في الدوري الثانيه، وحصل في الدوري الممتاز في بعض الاوقات بتحصل. انت ما بتشوف يعني على الاقل طريقه الاعتراض على الحكام المصريين من العديد من اللعيبه المصريين طريقه سيئه جدا، التشويح مهين بالنسبه لهم. يعني اللائحه القويه هي اللي هتمنع الكلام ده اللي انا اللي انا اقصده، يعني ان يكون في عندك لائحه قويه رادعه تستطيع ان توقف كل هذه يعني اللعيب ما يقدرش ياخد اي اجراء او اي موقف ضد الحكم، يعني دي الفكره. فنجاح الحكام ونجاح كابتن جمال غندور بلجنته الجديده المحترمه اعتقد ده لابد ان ينبع اساسا من اتحاد الكره، وبالتالي يكون عليه هو الدور ان يقدم لنا وجوه جديده للحكيم، ويقدم لنا ناس محترمه ياهل الحكام بدنيا وفنيا بشكل منظم، تكون هناك عداله في توزيع المباريات، ما يكونش هناك مجاملات ولا ده عايز يودي ابنه وده عايز يودي ابن اخوه وده عايز يودي ابن خالته وده عايز يبقى حكم، الكلام ده يبقى مرفوض. يكون عندنا الحكم المحترف، متى نصل الى الحكم المحترف اللي تكون شغلته السفاره بيحكم بس، يكون متفرغ للتحكيم، ده الاهم طبعا، مش واحد بيشتغل الصبح ويجري عشان ياخد الماتش بعد الظهر، ويكون فيه اهتمام بالحكام وفي خلفهم يعني قوة أخرى بتشتغل علشان توفر لهم الراحة، يعني لما بيكون في ماتش في أسوان تلاقي الحكم بيروح يحجز لنفسه ويتمرمط ويسافر في القطر، وممكن يروح يوم المباراة، يعني ممكن يوصل قبل المباراة بساعتين ويحكم ماتش.
وممكن نروح هناك ما لقيش حاجه زي في فندق وحاجات زي كده، يعني حاجات كتيره جدا، مشاكل كتير بتواجهها، مهازل كتير جدا. حل كل ده في المنظومه وظبط منظومتك، هيكون عندك تحكيم جيد وتحكيم منتظم، وده هينجح المسابقه، لان التحكيم واحد من اهم العناصر اللي بتساعد في النجاح. طيب عايز طبعا اروح لملف السوبر ده الاهم بقى دلوقتي، موضوع المدير الفني منتخب مصر خلص منه، كابتن حسام بدري هينجح ولا مش هينجح؟ هينجح ان شاء الله باذن الله، يا رب ينجح باذن الله. لكن فيما يتعلق بقى بالنادي الاهلي ومباراه السوبر غدا، عايز بس اخد تفاعلات الجماهير على صفحات الاهلي، قناه الاهلي المختلفه، ابتدي بتويتر وتوقعاتهم للمباراه ايه. فاطمه قالت ان شاء الله الاهلي هيفوز 2-0، زينب السيد قالت 6-1، لا صعب زينب شويه يعني، اكيد نتمنى لكن الموضوع هيبقى صعب، نادي الزمالك نادي كبير وفرقه قويه طبعا. البعض كمان وليد رحال قال 2-0 للاهلي، حماده المصري قال 3-1 للاهلي ان شاء الله يا رب باذن الله، محمد رضا قال 2-0 للاهلي ان شاء الله، جنى قالت فوز الاهلي 2-0، ساميه قالت المباراه محسومه للاهلي، خالد قال ان شاء الله الاهلي 2-0، تفاؤل كبير جدا في الحقيقه، احمد صابر قال 3 ثلاثيه اهلاويه نظيفه ان شاء الله. يعني هاخد تفاعلات اخرى سواء من تويتر او فيسبوك، بس خلينا سريعا نروح لفاصل، وبعد الفاصل يطول الحديث عن السوبر المصري بين الاهلي والزمالك، استنونا بعد الفاصل. سوبر يا استاذ اوسي، كيف ترى هذه المباراه؟ دي مباراه سوبر طبعا، اهلي وزمالك اكيد، حتى لو مش على كاس السوبر هي مباراه سوبر، دايما مباراه الاهلي ومباراه الاهلي والزمالك مباراه سوبر، لانها بين كبيرين من كبار الكره المصريه والافريقيه، مباراه بين فريقين الفريقين مكتظين بالنجوم اكيد، وده يعطينا امل يعني في مباراه قويه جدا تعبر عن الكره المصريه ان شاء الله، مباراه مهمه جدا، فريقين يعني تقريبا يعني من المباريات القليله اللي كنت تلاقيهم مكتمل الصفوف، يعني تقريبا نفس في الدور الاول في الدوري، فلو تفتكر الماتش اللي اقيم في بركه المياه في البتاع، للاسف كان شديد كنا مؤهلين ان احنا نعمل مباراه كبيره جدا بين الفريقين، او الفريقين كانوا مؤهلين ان يقدموا لنا كره قدم حقيقيه، لكن طبعا سوء ارضيه الملعب حرمنا من ان احنا نشوف مباراه كويسه يعني. انا شايف ان دي مباراه تكون مباراه مهمه جدا، مباراه قويه جدا، مباراه يعني مليئه بالدوافع للفريقين، سواء بالنسبه للنادي الاهلي اللي معاه جهاز فني جديد بقياده تريني فايران ولديه طموح كبير جدا لتحقيق البطوله دي، وانا شايف ان هي بطوله مهمه جدا بالنسبه له هو شخصيا، لانها جواز مروره الى قلوب جماهير الاهلي. حلو. صحيح ان المباراه دي ليس هي الحكم الفيصل على فايلر، احنا اتفقنا ان الراجل محتاج يعني من 8 5 6 مباريات 7 8 في الرينج ده يعني، الى ان يعني يشوف اللعيبه ويعرف قدرات كل لعيبه، هو الراجل لم يلعب الا مباراه واحده امام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائيه في دوري الابطال وقدر يحقق فيها الفوز، طبعا ايا كان مستوى المنافس سواء كان ضعيف احنا ما اتفرجناش عليه الحقيقه ما شفناش الماتش، لكن في النهايه ان تبدا بهذا الشكل فاعتقد النتيجه كويسه والبدايه كويسه، وده يعطيك ثقه كبيره جدا في انك انت يعني ترتاح للمدرب وتتفائل ان هو ان شاء الله يحقق حاجه جيده باذن الله. شايف ان الاهلي جاهز ومستعد لهذه المباراه، رغم ان المعلومات اللي وصلنا عنه قليله جدا، في تكتم شديد جدا، ما اتفرجناش طبعا على الماتش وحدش اتفرج على الماتش. ميزه دي اعتقد ان طبعا ميزه ولا مش شرط يعني تبقى لا 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 لا, لا, لا هي ميزه، الظروف هي اللي فرضتها يعني، هي ميزه يعني بص يعني حكايه السريه والبتاع ده بقى امر صعب جدا في ظل الدنيا المفتوحه دلوقتي، لكن الظروف هي فرضت ان الماتش ما يتذاعش خلاص عادي جدا، ما حدش اتفرج عليك ومحدش شافك، هي ميزه اكبر لان مدير فني جديد اول مباراه ليه، ايوه محدش فاهم الراجل بيلعب ازاي، محدش فاهمه ادار المباراه من بدايه المباراه، لعب باي شكل باي طريقه باي لون، حتى ما حدش كتب ولا حد يعني ما فيش معلومات كافيه بتقول الراجل ده بيفكر ازاي او بيشتغل ازاي. فبالنسبه لنادي الزمالك الدنيا غامضه يعني، عكس مثلا ميتشو اللي اتفرجنا عليه وشفناه، شفناه في الكاس وشفناه في افريقيا 4 5 ماتشات، فبالتالي يعني الدنيا واضحه بالنسبه للاهلي، فالامور عاديه، ومع انا اعتراف ان مباريات الاهلي والزمالك ايا كان ليها ظروفها وليها قواعدها اللي بتحكمها وليها انفعالاتها وليها دوافعها، يعني مباريات الاهلي والزمالك كثيرا بتبقى خارج التوقعات، يعني ياما مباريات ناس توقعت ليها والنتيجه راحت عكس طبعًا اتجاه طبعًا معاكس طبعًا تماما يعني.
نادي الاهلي طبعا بيرغب ان هو يحقق بطوله زي دي ويفوز بالكاس السوبر بعد الكاس وبعد الكونفدراليه. النادي الاهلي طبعا لن يترك هذه الفرصه، مهم جدا ان يحقق البطوله دي ليه والجمهور. ويمكن كان امبارح جمهور الاهلي كان عامل هاشتاج مهم جدا طلع ترند في تويتر، فرحنا بالسوبر يا اهلي، وان شاء الله طبعا تكون فرحه كبيره جدا ان شاء الله باذن الله يا رب باذن الله طبعا في كل مكان. انا شايف ان فريق الاهلي فريق يعني اصبح فريق تقيل جدا، فريق قوي، فريق لديه العديد من العناصر القادره على احداث التغيير. شفنا سمعنا ما شفناش ان صلاح محسن شارك في المباراه، تقريبا شارك في الدقيقه 60 وقدر يحرز هدف بعد نزوله بدقيقتين. وانا من وجهه نظري ان صلاح محسن يعتبر احد الحلول المهمه جدا للمشاكل اللي موجوده. انا اعتقد ربما فايلر يعني وضع يده عليها في الفتره اللي موجود فيها، لديه مهمه قوي صلاح محسن، لديه قناعه طبعا. لاعب مهم جدا، هو صغير في السن وعنده حماس وعنده دوافع وجعان كوره عايز يلعب. فمهم جدا، لعيب منتخب مصر ما فيهاش نقاش. هو بالمناسبه مصطفى محمد كمان من الزمالك لعيب مميز جدا ايضا، يعني فكرونا طلعت كده عماد متعب وعمرو زكي بس. يعني اخيرا ممكن يبقى عندنا ناس مهاجمين، يعني احنا بنعاني منتخب مصر بقاله 9 سنين ما عندوش مهاجمين. فمهم جدا ان يطلع لعيب في الاهلي، يطلع لعيب في الزمالك، يطلع لعيب في الاسماعيلي في المصري لمصلحه المنتخب، يعني يبقى عندنا 10 15 مهاجم يختار بينهم المدير الفني. فدول من اللعيبه المميزين اللي انت طرحت اسمائهم. الحقيقه مصطفى محمد لاعب كويس ولاعب مميز ولاعب بيمتلك قدرات بدنيه وقدرات فنيه عاليه جدا فعلا. من العناصر الخطيره جدا دلوقتي في الزمالك. يكفي ان هو 5 مباريات لعبهم مع الزمالك مسجل 5 اهداف، وده معدل تهديفي محترم مميز جدا طبعا. ومن العناصر اللي كلها دور كبير جدا في القمه. وصلاح محسن هدف مع الاهلي وهدف مع المنتخب الاولمبي بالظبط، وبرضه صلاح محسن نفس الحكايه. يمكن الماتشين اللي لعبهم كان الراجل بيهدف معاهم او 3 ماتشات. عندك من الصفقات اللي موجوده اللي كلها دور كبير جدا محمود متولي في خط الدفاع، اعتقد من الناس المهمين جدا. عندك ما اعتقدش خط الوسط الديفندر هيكون فيه تغييرات، الله اعلم. يعني عندك قفشه من الناس الكويسه اللي بدا الراجل يعتمد عليها بشكل كبير جدا. فالاهلي فيه مجموعه من الكفاءات طبعا، غير المجموعه اللي موجوده الاساسيه كلها الشحات ورمضان صبحي مروان محسن العملاق الجوكر احمد فتحي موجود طبعا. كل دي اسماء كبيره جدا. علي معلول شناوي ورا في حراسه المرمى. فالاهلي لديه فريق قوي قادر على تحقيق امال جماهيره يعني. طيب. فاعتقد انها تكون مباراه قويه وليس سهله لاي من الفريقين. مباراه هتبقى مهمه طبعا وصعبه جدا على الفرقتين، لكن بالتحديد عايز اتكلم على العناصر اللي ممكن يعني تدي افضليه شويه للاهلي من وجهه نظرك. يعني انا شايف ان من العناصر اللي ممكن تدي افضليه ان ده عندك التلت الهجومي اللي فيه رمضان صبحي، في قفشه، في الشحات، في احمد الشيخ، في صلاح محسن، دول هيكونوا من العناصر المهمه. عندك العنصر المهم جدا وليد سليمان طبعا. وليد سليمان ده ورقه مهمه جدا جدا جدا، هتكون بيكون ليها تاثير، ولو اجاد استخدامها فيلر اكيد هيكون ليها تاثير كبير جدا يعني. لو بصينا في نادي الزمالك هتلاقي فيه عنده يعني عناصر قوه كتيره جدا موجوده في الفريق، فريق طبعا فريق كتير وتقيل ومنظم، ضم مجموعه من اللعيبه الكويسه. شفنا اشرف بن شرقي، شفنا فرجان اونج موجود طبعا، عندهم فرجان الساسي، عندهم شيكابالا بيستعيد الكثير من المستوى، بيقدم مستويات مميزه، بقى من العناصر الخطيره جدا اللي بتقدر طبعًا توصل طبعًا اي حد للجون بسهوله. شفنا مصطفى محمد برده لاعب مميز جدا ولاعب ليه قدرات، عبد الله جمعه موجود من اللعيبه الكويسين المميزين. يعني فرقه فيها معواد في حراسه المرمى، عالجوا حراسه المرمى، يعني فرقتين متكافئين يا استاذ، فرقتين بدرجه كبيره جدا يعني، لهم مجموعه متخمين، بقول لك متخمين بالنجوم واللعيبه اللي تقدر تصنع الفارق. يعني شايف الفريق الاكثر هدوءا واستقرارا هو اللي هيقدر يحسم المباراه، الفريق كمان اللي هيقدر يسجل اولا. مهم جدا يعني من يسجل اولا سيستطيع ان يكون اكثر ثقه، اكثر هدوءا، اكثر تنظيما، اكثر ضبطا لخطوطه الخلفيه والوسط الملعب. اعتقد ان ده يقدر يشتغل بشكل كويس جدا. اعتقد الفريق اللي ممكن يجي فيه جون ممكن يعمل له بعض المشاكل، وان كانت الفرق الكبيره المفروض ما تتوترش من الاهداف اللي تهز الشباكه، لكن في لقاءات القمه تحديدا والاهلي والزمالك اللي العواطف والمشاعر بتتحكم فيها بدرجه كبيره جدا، اعتقد ان الفريق اللي هيسجل مبكرا هيكون ليه فرصة كبيرة جدا ان يحسم المباراة. يعني كيف ترى الحضور الجماهيري لهذه المباراة بعد فترة غياب مباراة اهلي وزمالك في مصر كانت من غير جماهير؟ بتشوف ازاي 5 من هنا و5 من هنا، وان شاء الله يكونوا يعني
طبعا يعني كنت اتمنى ان الحضور الجماهيري يكون اكبر من هذا، وخصوصا المباراه المقامه في برج العرب اللي يستوعب اكثر من 75 الف متفرج. كان مهم جدا ان يكون في جمهور كبير موجود، يعني كنت اتمنى مثلا يكون في 20 25 أكيد. من هنا ومن هنا يعني، فيبقى في عندك 45 الف موجودين تبقى الدنيا كويسه، لكن 5000 و5000 يعني شبه مش هيكونوا باينين قليل، لكن في النهايه الكل بيلتزم وينضبط بالتعليمات اللي موجوده، ونتمنى ان الجمهور يعود بكامل قوته. طبعا مهم جدا ان يكون في جمهور اهو، احسن مما ما فيش جمهور، احسن من ال 30 اللي كانوا في الماتش الاخير للاهلي والزمالك. 15 ايوه يعني 15 من يعني 30 كل جمهور 30 بقول لك احسن من ال 30 اللي موجودين اللي كانوا اكثر وضوحا في الملعب من اللعيبه يعني فعلا للاسف. طبعا يعني مهم جدا ان الجمهور يكون موجود، لانه لا كوره بدون جمهور يعني. طبعا نتمنى ان شاء الله المباراه تخرج بالشكل اللائق في ظل حضور الجماهير. رسالتك ليهم ايه يا استاذ؟ للجماهير رسالتك ايه؟ العاديه جدا طبعا، اللي هو ان احنا عايزين نرجع الجمهور. بنتكلم على حساسيه المرحله بالظبط يعني، بقول لك ان احنا عايزين الجمهور يرجع، والمباراه دي متشافه بشكل كويس جدا. رساله الجمهور طبعا الانضباط، الالتزام، الروح الرياضيه، عدم الخروج عن النص، عدم توجيه اي شتائم لاي شخص، لان اعتقد ده عيب كبير قوي ان احنا حد يوجه شتيمه لاي حد يعني. فكان ده مرفوض تماما يعني، احترام المؤسسات، احترام الكيانات، احترام اللاعبين اللي موجودين في الملعب. شجع فريقك زي ما انت عايز، اعمل زي ما انت عايز، قول اللي انت عايزه، قول اللي في نفسك طول الوقت، مش هيبقى في اي مشكله في الدنيا. ده اللي مطلوب يعني. فمهم جدا البتاع. كمان في نقطه كان عليها اللي هو الحكم. انا لسه كنت هقول لحضرتك دلوقتي على موضوع الحكام، وعايزين نشيد ونحيي لجنه الحكام في اتحاد المصري لكره القدم برئاسه الكابتن جمال غندور، ان هو عرف يجيب حكم بهذا المستوى. حكم جيد، سي فيه محترم، مفيش مشكله في الكلام ده. يبقى بس ان هو يا اما يبقى موفق في المباراه يا اما غير موفق، دي حاجه بقى هنشوفها يعني. لكن في كل الاحوال انت قدرت تجيب حكم اجنبي مصنف. اخر حكم مصنف جالنا مصر هنا كانت مباراه الزمالك وبيراميدز، لوكا روكي ده اللي هو جه الايطالي ده، كان حكم كويس. فالحكم ده مميز جدا. كان يقول اسماء سريعه استاذ اوسي واخد تعليقك. فيليكس بيريتش حكم للساحه، بيعاونوا كل من مارك بورش وستيفن لوب، دول الحكام المساعدين، وهيبقى في حكم رابع مصري. بالمناسبه الحكم ده اللي حكم مباراه ليفربول ونابولي. تمام يعني خلينا بس اعرف ناس سريعا على بريش. وده حكم عنده 44 سنه، مواليد 3 اغسطس سنه 75. بدا التحكيم تقريبا هو عنده 29 سنه من سنه 2004، وبدا حكم دولي في 2007. حكم مميز يعني، قبل سنتين كان افضل حكم، واخد افضل حكم في اوروبا يعني. واحد من الحكام اللي معروفين على مستوى العالم، الحكام المميزين. ادار نهائي دوري الابطال اللي هو ماتش ريال مدريد واليوفي لو تفتكروا 4-1 في 2016 2017، وادار نهائي اليوروبا ليج فبرضه 13 14. فحكم بيعتمدوا عليه في اعظم المباريات في اوروبا يعني، واعتقد ان يعني شايفينه اقرب حاجه من 48 ساعه في ماتش ليفربول ونابولي. حكم مهم جدا، يعني ما حسناش بيه كتير جدا الا في ركله الجزاء، وكان عنده حق وكان مصر وكان واضح في قراره دون اللجوء للفار ان هو يحسبها ركله جزاء واضحه جدا اللي حصل. انا شايفها مش ركله جزاء بصراحه يعني. المهم يعني الفار في الاخر اقر يعني، اقر ده واضحه يعني، كان واضح ان في اعاقه يعني، لكن في النهايه نتمنى له التوفيق، بس اهم حاجه يكون موفق بس. بالضبط يعني، اعتقد انه حكم مهم وحكم متزن وحكم ملتزم وحكم منضبط، متعب بلياقة بدنية وفنية عالية جدا. ومهم جدا انك تجيب حكام من هذا المستوى، لان المفروض لما يجي حكم عندي انا استفيد منه، حكام يتفرجوا عليه، مش اروح اجيب حكام المهزلة اللي كانت السنة الماضية. كنت بتجيب حكام يعني عندك حكام افضل منهم بكتير جدا في مصر يعني. طيب سريعا قبل ما اختم، عايز اخد توقعات بعض الجماهير ايضا على فيسبوك. توقعات مباراة الاهلي والزمالك غدا ان شاء الله. عادل شحاته قال باذن الله الاهلي 3-0. حسن عبد الله قال 3-1 للاهلي. حسين مارسيلو قال ان شاء الله الفوز للاهلي. محمد عنتر قال 2-0 للاهلي ان شاء الله. سيد سالم قال ان شاء الله خير يا رب باذن الله. حسين طه قال 4-1 ان شاء الله. محمود بدوي قال ان شاء الله 2-1 للاهلي. محمد رمضان انا بشكرك جدا جدا على الكلام اللي انت كاتبه في حقي ده، لكن في كل الاحوال هو بيتمنى فوز الاهلي يعني ايا كانت النتيجه. جهاد شعبان قال فوز الاهلي 2-0. كريم يوسف قال 2-0 للاهلي. في ناس كتيره جدا طبعا متوقعه ومتفائله جدا بفوز النادي الاهلي باذن الله. نتمنى كل التوفيق للفريق ان شاء الله في مباراه الغد. توقعاتك اخيرا كم كان؟
لا صعب جدا انك توقعت، لكن طبعا نتمنى الفوز، فوز النادي الاهلي طبعا في المباراه يعني. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. انا بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ اوسي، دايما بتمتع لما تكون معايا في الحلقه. ربنا يخليك يا امير، ودايما موفق يا رب ان شاء الله خليك. وان شاء الله حلقه يوم السبت تكون حلقه مبهجه بالنسبه لك باذن الله. يا رب يا رب باذن الله، الحاجات دي بتبقى مهمه بصراحه. دي كانت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، استنونا وحلقه جديده يوم السبت باذن الله تعالى نبارك فيها للنادي الاهلي بفوز ببطوله السوبر. الى اللقاء.